حبيبي يمكن نكون عم نغلط. كيف يعني؟ عم ننسى انه نحن عم نخبي علاقتنا عن اهلك. بصراحة لازم نتصرف ونحن اخذين حذرنا. يعني مثلا كل يوم عم نقضي مع بعض وقت طويل، ولما منلتقي برا عم ضل اتصرف على طبيعتي بدون حذر. اصلا لازم تتصرفي على طبيعتك. معك حق سواش، بس اذا استمرينا هيك رح يشوفونا وهالمسألة بدها وقت. كيف شافك خالك بولاد؟ شافك بزمان ومكان ما كنت متوقع ابدا حتى يشوفك فيه. ياسمين حبيبتي كانت صدفة وبس. هاي المرة صعب كتير انه حدا يشوفنا من اهلي، وبعدين ولو شافونا ما رح تكون نهاية العالم، رح نقدر نواجههم. امك حبيبي؟ اه برافو عليك. شو انت جنيت؟ شو قصدك يعني؟ انت بدك تفتحني بين العالم؟ شو صاير لكم؟ اه ليش عم بتصرخوا هيك؟ لا بقى تحكي حكي فاضي مره ثانيه، فهمت؟ ما كنت متخيل انك بتفكر هيك تفكير. بس انا هيك بفكر. فتحت امك حبيبي؟ شايفه كيف بياكل من ايد ابوه؟ سواش هلا بغار منك. ها خذ لشوف ابني. برافو عليك يا ابني الحلو. صحة وعافية سيد سواش. نعزان ما أكلتي ولا لقمة؟ ماني جوعانة. شوفي الجو حلو، طلعي شوي عجنانة رح ترتاحي. لا تحبسي حالك هيك بالغرفة. ماما ماني بنت صغيرة، شو بدي ساوي بالجنانة؟ يعني يمكن إذا طلعت تمشيت شوي يمكن أتسلى. ماشي ماشي طلعي وتمشي على كيفك، بس لا تتأخري ولا تخلي بالي ينشغل عليك. خلينا نقوم، متأخر الوقت، لسه بدنا نوصل عمر على البيت. لا تشغلي بالك، أنا باخذ عمر على البيت بعد ما وصلك. راح أدفع الحساب وراجع. طيب.